وينضم إلينا من القدس المحتلة للمزيد من التحليل سيد ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح. سيد دلياني، إذن ونحن نتابع هذه الصور المباشرة لهذه الانتهاكات، كيف يمكن أن يوصف اليوم هذا التصعيد الإسرائيلي في نابلس وكذا في بيت لحم؟ هذا الإرهاب الإسرائيلي الذي يمارس ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هو المحرك الأساسي لما تشهده الضفة الغربية بما فيها القدس من عمليات مقاومة مستمرة. وللأسف مع أن هذا هو المحرك الرئيسي، إلا أن اجتماع العقبة الذي عقد اليوم لم يبحث أمن المواطن الفلسطيني، بل بحث أمن المستوطن الإرهابي وجيش الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي. اليوم تقف حوارة والقرى المحيطة بها ومحيطة بمدينة نابلس تحت إرهاب المستوطنين، وأنا من هذا المنبر أدعو السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى ممارسة دورها وواجبها الطبيعي والرئيسي بحماية المواطنين الفلسطينيين وعدم ترك المواطن الفلسطيني الأعزل أمام رصاص المحتل الإسرائيلي والإرهابي المستوطن المسلح، والذي قام في خلال الساعة الماضية بحرق منزل في حوارة، ونتوقع أن يقوموا بالمزيد، فهم كما وصلتنا المعلومات يحشدون أنفسهم، يتسلحون، يعدون العدة للهجوم على المدنيين الفلسطينيين. وطبعا نحن نطالب ونصمم على أن تمارس السلطة دورها الطبيعي وواجبها الرئيسي، وإلا لماذا لدينا سلطة فلسطينية لا تتحرك للدفاع عن المواطن العازل؟ هذا عن الوضع ميدانيا سيد ديمتري، ولكن أيضا إسرائيليا أضاف نتنياهو أن الحكومة ستواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية لردع منفذي العمليات والحفاظ أيضا على أمن إسرائيل على حد قوله. يعني كيف تبدو خارطة طريق هذه الحكومة من خلال ما يحدث؟ تبدو خارطة هذه الحكومة خارطة فاشلة. فصدق العالم ألبرت أينشتاين حينما قال أن قمة الغباء أن يجرب المرء حل مشكلة ما بنفس الأسلوب بأكثر من مرة ويتوقع نتائج مختلفة. فقمة الغباء الذي تقوم به الحكومات الإسرائيلية المتتالية هو محاولة معالجة القضية الفلسطينية على أنها قضية أمنية، ونحن نرفض أن تكون هذه القضية قضية أمنية. قضيتنا قضية وطنية تحل على المستوى السياسي، ولا تحل ولن تحل أبدا كما لم تحل في السابق في الوسائل الأمنية أو عبر القنوات الأمنية. الجانب الأمني هو جانب صغير جدا في المعادلة الكبيرة التي ستجسد الدولة الفلسطينية وتحقق حق العودة للاجئين الفلسطينيين. بلا ذلك لا معنى لأي محاولات لحل القضية أمنيا، لأنها تتحول بطبيعتها إلى محاولات قمعية، لأننا لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء ما لم تتحقق كل حقوقنا وأحلامنا المشروعة بالدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين. منذ لحظات كنا نتابع مع مراسلنا قوات الاحتلال وهي تستعين بوحدة لتقفي أثر منفذي عملية بلدة حوارة بنابلس، وتم منع طاقم الغد من التصوير في هذه المنطقة، وتم منعهم من ممارسة عملهم في تلك المنطقة. يعني قانونية ذلك وكيف يبدو هذا الوضع برأيك؟ لا يوجد أي قانونية لما يقوم به جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة، فمجرد وجوده هو عمل غير شرعي وخارج عن إطار القانون الدولي. وما يقوم به المحتل الإسرائيلي كما استمعت كيف كان يتحدث ذلك الجندي إلى مراسلكم،
كان يتحدث من باب المزاج الشخصي، بحيث أن مراسلكم لم يكن أبدا معترضا ولا يضايق ما يحاول هذا الجندي فعله، وهو صحيح. تقريبا لا شيء سوى ممارسة إرهابه. بالرغم من ذلك هذا الجندي الصغير السن الذي تربى على الكراهية تجاه الفلسطيني، والذي لديه من مخزون كبير من الحقد وقابلية للإرهاب وتشجيع لممارسة هذا الإرهاب، يقرر بأن قناتكم التي تصل العالم أجمع ومراسلكم الذي يوصل رسالة إلى العالم أجمع، يقرر بنفسه بأن وجوده غير مرغوب فيه وأنه يعطل. بل أكثر من ذلك، مع وجود وزراء كإتمار بن غفير، والذي سبق وتمت إدانته بدعم الإرهاب اليهودي في السابق وكان عضوا في حركة كاخ الإرهابية، قد سهل عملية حتى إطلاق النار على الفلسطينيين. فإذا مثلا كان هناك طفلا أو طفلة فلسطينية يسيرون إلى مدرستهم بعيدا عن جندي وعلى بعد 50 أو 60 أو 100 متر، وشعر الجندي لمرض نفسي أو أي سبب آخر بأن هذا الطالب أو الطالبة الطفل والطفلة يشكلون خطرا عليه، فيستطيع أن يطلق النار عليهم بدون إبداء أي تبريرات لذلك، بدليل بأن هناك 63 شهيدا منذ بداية هذا العام، 14 منهم أطفال، جميعهم سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتعرض ولو جندي واحد من كل هؤلاء المجرمين لحتى سؤال واحد حول ظروف اغتياله لهذا الشخص وهذا الطفل. هذا يعطي صورة حالة الرهب الرعب والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي. ثم يأتي أجنبيا أمريكيا أو غيره ويتساءل بكل سذاجة لماذا تقاومون، فهل هذا يعني أننا كشعب فلسطيني من المفروض أن نعيش تحت الاحتلال وبطشه وقمعه وإرهابه ونبقى ساكتين؟ هذا أمر غير معقول، ولذلك أقول بأن جميع الحلول الأمنية ستفشل كما فشلت سابقاتها، وإن الأمر سيزداد من ناحية مقاومة هذا الظلم ومقاومة هذا القمع الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي.